الشاعر ابن عمنا السمير السيد حسن سيد احمد الرفاعي ونبي نطمئن بمواجد كنا قاضي شام شاهين عن الشاعر ابراهيم الاسود ما ادري ايش اخباره كان سوى قصيده او شيء سيد اي والله دائما يزور قبل الوالد من السابخاته نعم اي الفياض وعندنا الادريسي وانت والشباب تسمع القصيده وبعدين ان شاء الله اي والله نشوف اليوم الوجد ماله وين رايح سيد صلي على الحبيب اللهم صل على هو فاز ويا اختنا لدى شاعر السيد يوسف الرفاعي بالمسابقات شعريه ومعاهم ابو ماجد وقاضي شام الشاهين والشباب اي والله اللهم صل على الحبيب اللهم صل وسلم وبارك على صاحب معجزه الاسراء والمعراج باذن ربه جل وعلا باتت تؤرق جفني المكدودا وتعاف نوما خلته مردودا باتت تؤرق جفني المكدودا وتعاف نوما خلته مردودا بعد التي آنست فيها وحدتي وبمدحها سأجاوز التعديل الله تلك الرسالة من حبيب قاطن بعد الثريا زدتها ترديدا وأنا الذي ما كنت أجهله ولو بعد المزار وبالغ التمديدا أمحمد يا سيدي أمحمد يا سيدي يا سيدا ساد العباد وبلغ التوحيد بوركت يوم أتيتنا في حمأة فوقيتنا التنصير والتهويد يا من تكلل بالوقار محدثا وإذا المعارك أضربت صنديدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يا من تكلل بالوقار محدثا وإذا المعارك أضرمت صنديدا يا فارسا في حربهم أو سلمهم يا منصفا الثبت والرعديدا يا رحمة الله التي قد جسمت في شخص أحمد سيدا ومسودا يا رحمة الله التي قد جسمت في شخص أحمد سيدا ومسودا أنت الذي أرسلت فينا قدوة والكون كان مصدقا فجحودا ومقدما في القوم ترعى حقهم وتقاوم التذليل والتعبيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا حاملا طوق النجاة نجاة يا حاملا طوق النجاة بحق من أبدى الأمان وأظهر التهديدا أنت المشفع والشفيع اشفع لنا أنت المشفع والشفيع اشفع لنا يا من وقيت اللوم والتنديدا فالمعجزات على يديك تحققت وتصيدت أخبارها تصييدا ليلا دعيت إلى اللقاء مباركا فوق البراق مع الأمين قعيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ليلا دعيت إلى اللقاء مباركا فوق البراق مع الأمين قعيدا ذاك المساء وما أحيل ليله بعد الكآبة صرت فيه سعيدا فبرفقة الروح الأمين مسافرا تطوي الفيافي بالدجى والبيدا المسجد الأقصى المبارك حوله كل تشرف صخرة وصعيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم للمسجد الأقصى المبارك حوله كل تشرف صخرة وصعيدا وبساحه صلى الرسول بصحبتين قد كان ما يجري بساحك عيدا
وبساحه صلى الرسول بصحبة كان ما يجري بساحك عيدا حبات عقد ما نرى مثلا لها سبحان من نظم العقود فريدا من ثم تعرج يا حبيب إلى السماء سما. بالروح والجسد الطهور حميدة تسعى إلى حيث الحبيب وعرشه حيث الكرامة قعدت تقعيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تسعى إلى حيث الحبيب وعرشه حيث الكرامة قعدت تقعيدا فالسدرة العصماء تطلب ضيفها لتضمه ضم الرؤوم وليدا. فالسدرة العصماء تطلب ضيفها لتضمه ضم الرؤوم وليدا كل يرحب بالحبيب محمد أهلا بأحمد والدا وحفيدا. كل يرحب بالحبيب محمد أهلا بأحمد والدا وحفيدا ومكرما تدعو الإله بما تريد وما طلبت وجدت ليس بعيدا فبحق قدرك عند بارئك الذي أعطى وبالغ في العطاء مزيدا نشكو إلى الله الهموم فكلنا سندا وقربى رحمة وعضيدا. يا سيدي مرض الضمير بعصرنا الله أكبر. يا سيدي مرض الضمير بعصرنا وشفاؤه قد صار عنك بعيدا يا سيدي ماذا أقول بمحنة سوداء زاد شنارهم تسويدا فافصل بقولك بيننا يا سيدي يا حب ربك يافعا ورشيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فافصل بقولك بيننا يا سيدي يا حب ربك يافعا ورشيدا هذا لسان الحال فينا قائل قد جئت ربي تائبا ومريدا ابشر سيد وصلاة ربي دائما وسلامه تترى عليك ممجدا تمجيدا. ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج الشدة أهدت بالمهج يا رب فعجل بالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج جئناك بقلب منكسر ولسان بالشكوى ليجي يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. شكر الشاعر بن عمنا السيدة سمير السيد حسن السيد احمد رفاعي صديق الوالد السيد يوسف رفاعي هلا بالقضاء ان شاء الله. اي والله سالنا عن الاستاذ تواضع عمرك طويل ابو ماجد عن الشاعر ابراهيم الاسود كان قلت لنا مريض مسوي عمليه قلب. الله اعلم. الحمد لله بالكويت ولا بسوريا؟ تركيا. تركيا. لا بس انت زرت الاقصى الوالد صلى بالقدس انت صليت سيد؟ بالقدس صليت؟ لا ان شاء الله يا رب الله يعدكم الجميع.